تعليقك يا ابو خالد. حقيقة قبل ان اعلق على ايش اسمه الوقفة، بالنسبة ننبه على مسألة المخدرات، يعني هي من الامراض المزمنة وحقيقة ربما انه يقع الانسان فيها ويتعالج ثم ما يتركون رفقاء السوء ثم يقع فيها مرة اخرى، وربما انه يتعالج ومثل ما قال حبيبنا الدكتور جزاه الله خير في هذا المجال انه يدخل في مراحل نفسيه اخرى، ينتقل بدل ما في مراحل نفسيه كيف يقابل المجتمع كيف 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 كيف. وحقيقه من الامراض المزمنه لا يغفل عنها الاب ولا يغفل عنها الام ولا يغفل عنها الفرد ولا يغفل عنها المجتمعات، ولازم المواصله مهما كان الامر لا يترك من ارتكب او وقع في هذه الافه الذي اسال الله العلي العظيم ان يجنبنا واياكم شرها الا يترك، بل يتابع. نعم. السنة سنتين ثلاثة أربعة، بل وجد من وقع فيها وبعد 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات رجع، لأنهم ما تركوه رفقاء السوء. فهذه يعني لمحة من على هذا المنبر يلزم أن ينتبه لها الآباء والأمهات بالذات، لأنهم هم القريبين من أبنائهم من بناتهم، خاصة الآن إذا كان الشخص بعيدا عن الله عز وجل وعدم مراقبة الله في الخلوات، وهذه مهمة جدا جدا جدا. جزاك الله خير. من ناحية الوقف يا أبو، الوقف طبعا أنا تخصصي عندي الزمالة في الاستشارة الوقفية حقيقة، وأخذتها دورة فيها ما شاء الله. وحقيقة من الأمور المهمة جدا جدا الذي يلزم الإنسان أن يقدم لآخرته. الله أكبر. يلزم عليك يعني فرد كمسلم أن تجعل بينك وبين الله عز وجل خبيئة. ياسم. والخبيئة هذه تكون يعني صدقة السر، وتكون في مثل هذه الأوقاف، سواء كانت أوقاف تبع الحرمين، أوقاف تبع إيش اسمها الأشخاص، حلقات ذكر أو غيره من شتى المجالات. ماشي. إنه يحرص الإنسان، لأن الأعمار بيد الله عز وجل، والكمال الكمال لوجه الله عز وجل، وكلنا مقصرين وكلنا مذنبين في هذه الحياة، ولكن يلزم على الإنسان أن يقدم لآخرته مهما بذل مهما أعطى مهما قدم، فهو في هذا المجال يعتبر نفسه مقصر. وحقيقة مثل ما قال الشيخ بندر جزاه الله خير أو بدر، جهود الأوقاف جهود قوية جدا عندنا وجبارة في المجتمع، ولها دور أيضا في الأنظمة، وعندهم يعني مراقبات وعندهم يعني مصروفات قوية جدا، ولا يخرج هذا إلا بموافقات رسمية سواء كان من مجلس الإدارة أو من غيره. فأنصح نفسي والمجتمع بأكمله المساهمة في مثل هذه الأوقاف، ولا يترك الإنسان ولا يغفل عن البذل والعطاء. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من أهل البذل والعطاء. اللهم آمين. اللهم آمين. أخوي بيتين يا سم، من الشيخ الله يجزاه خير والوقف في بيتين الشيخ تركي بن حميد الله يرحمه. الله يرحمه. قصيدة طويلة لكن بيتين، واللي جمع مالا ولد نوايبه لعل ماله ورثته وارثينها، دخل هذاك مثل الديك يذن ولا سجد، نفع بها غيره ونفسه يهينا. يقول مطلق بن بادي الروق العتيبي الله يرحمه في قصيدة الفائزين الثلاثة وشرحهم كلهم، ومن ضمنهم الفائز الثاني، الفائز الأول: من عاش في الدنيا وفكر فيها فهم عن القديم والجديد، وصفت فيها الفائزين ثلاثة الكل منهم عاش فيها سعيد. الأول اللي مخلص بالطاعة وهوايته بالفقه والتوحيد، يعمل مجد ومخلص في دينه، يوم استدل براية السديد أعرض من الدنيا بقلب الناصح أقوى من الفخار، والحديد ما زعزعه لذة طربها ولعبها ولغرته بالباس الجديد، يعرف تقلبها ويعرف مكرها وحبالها اللي كل يوم تصيد، ولا أخرها ما تنحصم فيه مهما تزيد سنينها تزيد. راح لين قال: والثاني اللي صار ماله واجد لكن تنسخ منه بالتأكيد، أدى حقوقه من زكاه وغيرها، نفع بها نفسه ومن يريد، وربعه إلى احتاجوه نالوا قصدهم، يحل مشكلهم بلا تنكيد، شفق على المعتاز يقضي حاجته،
ونزل الحتنة يلحقه تمديد، والثالث اللي ينال شف مراده صاد الغزيز اللي تقود الصيد، جاته بشيمة خير ما باعها عزيز نفس ما ضرال زهيد، مدموجة الساقين ملهوف تلحشا وعلى وصوف العاشقين تزيد، شورف عروض وعقلها يزهاها ومحصنة من كل عيب بعيد، واللي يزعل قامت بوجهها تضحك ضحك وضيع غيظها الشديد، وغير الثلاثة لو يمدح نفسه ترى حياته نقص ما تفيد، هذا وانا ماني منهم كلهم والله يفعل ما يشاء ويريد ما يريد سبحان الله. طويلة قصيدة لكن طرها الوقف. الزكاة يعني دورها كبير، الإنسان إذا أخرج زكاته وبذله وعطى يعني أول شيء في نماء للماء، وحقيقة لو غطى الأغنياء الشر الأوقاف هذه بأكملهم، لأن رجع الأوقاف هذا يروح لوين؟ الفقراء والمساكين والمحتاجين اللي هي 8 أصناف أو حسب اللي إيش اسمه يكون رجعه له. حقيقة البذل والعطاء وإخراج الزكاة المستحقين هذه من أهم الواجبات، يجب على الأغنياء يعني لفتة النظر لمثل هذه الأمور حتى يكون المجتمع متكامل ومترابط بالإيمان والتقوى والصلة والترابط بموجب هذه الشعيرة، وهي ركن من أركان ليش الإسلام الزكاة. بيض الله في كل كبد رطبة النجر. نعم تبغى الدونه فيه قبل الغداء يا طويل العمر في قصة ذكرتها احنا بناخذ كل اللي عندكم ثم نغديكم.